قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. افتح معي بسرعة تمساوس الأولى 4، تدرب في الكلمة، ارجع وادرس الرياضة الروحية. تمساوس الأولى 4، يوجد عراقيل أشخاص مش مكتشفين إنها جاية نتيجة مبادئ. بيقول عدد 1: ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحها المضلة وتعلم شياطين. إذن في داخل الكنيسة في رياء أقوال كاذبة، أو في أمواج من الرياء بعض الترجمات، منقضين إلى حتة فيها أن بطلوا يسمعوا أصوات روحهم. كلمة الضمير موسومة أي مكوية. هيعملوا حاجات غريبة، لما يمنعوا عن الزواج، أمرين أن يمتنع عن أطعام قد خلقها الله لتتناول بالشكر من مؤمنين وعارف الحق. إذن لا يؤثر عليك تلوث بيئي، ولا تلوث في الطعام، ولا تلوث في حاجات معينة. اعتني بالمشتريات بتاعتك، لكن في نفس الوقت يوجد حاجة مش هينفع تكون بتوقفها، لكن يمكنك أن تبارك الأكل فيصير مقدس، رغم أنه ممكن يكون فيه تلوث لا غنى عنه في الأكل، لأن كل خليقة خليقة الله جيدة، لا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، أنه يقدس بكلمة الله والصلاة، أي يصير مخصص بك. خلي الكلمة هي اللي تشتغل في ذهنك، بدل ما أنت قلقان من اللي حواليك، من عدوى أو من مبادئ عمالة كل شوية تتحط الأكل ده وبيعمل كذا. بلا شك تعامل مع الأكل بصورة صحيحة وكل الحاجات اللائقة السليمة، لكن في نفس الوقت ليست خوفا من المرض، لأنك أنت بتحافظ على لياقة جسمك. حاجتين: إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متدربا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تبعته. وأما الخرافات الدنسة والعجائزية فأرفضها وروض نفسك بالتقوى. ما هي الخرافات العجائزية؟ هي أمور جاية نتيجة كبار السن زرعوها في أشخاص وإدت لهم، صارت زي الشريعة في نظرهم، قالوا دي بتبوظ الشخص، هي دي اللي تجعل الشخص في حتة مش قادر، مشلول، هو مش عارف ليه، لأنه مقتنع بمبادئ العالم، مبادئه مش عارف جات له منين، بس هي صارت أساسية في تفكيره. لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى، ارجع وادرس التقوى، نافعة لكل شيء، إذ لها وعد بالحياة الحالية. ركز في الكلام ده، والآتية. معنى كده يوجد تأثير الآن على اللي أنت بتعمله، ويوجد تأثير على الآتي اللي أنت بتعمله. المعرفة محتاج أنك تمشي فيها بتدريب. معنى كده أن لا يؤثر عليك شيء، أنك تبتدي تشوف المواقف اللي أنت بتعدي فيها كيف تؤثر أنت عليها، وليست هي أنها غصب عني الموضوع هيحصل بالصورة دي. لا يفرض عليك شيء نفسه، لا يفرض عليك أعراضه، لا يفرض عليك واقعه، أنت اللي تفرض عليه ما تريده. إن فهمت الكلمة بالصورة دي تلاقي نتائج. أول حاجة أنت محتاج دواء. ارجع بسرعة معايا لمرقس 7:13، رب يسوع قال: مبطلين كلام الله عبر تقليدكم الذي سلمتم، وأمور كثيرة مثل هذه تفعلون. إذن يمكنك أن تبطل مفعول كلمة الله، يمكنك أن تفعل مفعول كلمة الله، يمكن إبطالها، لفظ بيتقال حتى على جهاز أو قنبلة أو أيا كان، إبطال المفعول أو تفعيله. فهنا بتكلم عن مبطلين كلمات أو القوة والمفعول بتاع الكلمة عبر أمور أنتوا فاهمينها غلط وسلمتموها، ولم تسمع الرأي الكتابي فيها، لم تسمع أن يمكنك أنك
تنال معجزة ضخمة في الموضوع ده. الموضوع صار محبوس جوه اللي أنت تعلمته واللي أنت أخدته من الناس. فوقفت قوة روح القدس عند الحتة دي، أبطلت مفعول قوة روح القدس. إذن الموضوع مش أن أصلي يا رب أعمل، الموضوع أن أنا أفهم مبادئ معينة تخليني أنتصر في الحياة. رقم اثنين، أول حاجة معرفة دقيقة. رقم اثنين، الصلاة. الصلاة ليست هي وقت في الواحد بيقول كلمات معينة. ارجع وادرس تعليم الصلاة على الموقع سواء مقالات أو وعظات. لكن الصلاة هي أكتر حاجة وأكتر وقت فيه بيحصل فيه اندماج في روحك واختلاط بالفكرة اللي أنت فهمتها من الكلمة، وبتعمل زي رد فعل تجاه الموقف. فبيحصل زي شراكة مع روح القدس وانطلاق من الروح القدس للموقف دوع من خلالك. أكتر وقت فيه تقدر تتحرك فيه هو الصلاة بألسنة زي ما تكلمت. لوقا 22 وعدد 44، وإذ كان في حالة من الضغط رب يسوع، هو قبل ما يدخل على الصليب، إذ كان في حالة من الجهاد جاي معناها وهو مضغوط جداً، كان بيصلي أشد من الطبيعي. إذن محتاج ترفع الفولت بتاعك، محتاج تصلي بصورة مختلفة في مواقف، محتاج أنك تخصص لها وقت صلاة كافي، محتاج أنك أنت تخصص لها وقت. إن كان في أشخاص مش بيقربوا ناحية ملف الصلاة أساساً، مش بيعملوه، النهاردة وقت ودعوة أنك تكون من الناس اللي بتحط رجليها في الصلاة. واجه الموقف اللي بتسمعه بالصلاة، ايه رد فعلك لما تسمع حاجة؟ اول حاجة بتعملها انك بترزنها في ذهنك وتقعد تقول هتحصل كذا وكذا واقصى حل هعمله كذا، ام بتستلم الموضوع بالصلاة، تستلم الموضوع بصورة شرسة في الصلاة. ايه اللي بيحصل؟ بتقدر روح القدس يديلك فكره، يعرفك ايه اللي هيحصل في الموقف دوا. لو الموضوع محتاج استشارة من روح القدس تعمل ايه؟ في حاجات انت عارف الكلمة بتقول ايه فيها بوضوح، ابتدي لانه قال فانا بقول، فبصلي من اجل الكواليس. رقم ثلاثة، امشي بالايمان، اعمل كل شيء بتحرك بالايمان. ازاي تغلب الايمان؟ الايمان ان تتحرك بالايمان. ارجع وادرس موضوع الايمان على الموقع، وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا، يوحنا الاولى 5. معنى كده الامر يكمن في ايمانك بحاجات معينه، مش حاجه اسمها بمشي بالايمان وبس، السلوك بالايمان بشيء معين، مبادئ كتابيه، اساسي هو السلوك بالروح، السلوك بالطبيعه الالهيه، ان جواك القوه دي. رقم أربعة، ان يتوفر لديك، افتح معايا بطرس الثانيه 1، يتوفر لديك بعض المفاهيم او الطباع اللي لازم تكون بتخلق عادة. ارجع وادرس سلسلة كيف تخلق عادة، اخلق العادات دي في حياتك. بطرس الثانية 1 وعدد 4، الذين بهم قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، صرنا مشتركين مع الرب في الطبيعة بتاعته، اللي بيها بنهرب من الفساد الذي في العالم اللي سببه السلوك بالحواس الخمسة. وده بيقول ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. زي ما قلت قبل كده بيتكلم عن لغة المسرح، بيستخدم ألفاظ مسرح. دلوقتي في المشاهدين، في الممثلين، في التمويل المادي، ده حسب المراجع، إني نعمل شو، نعمل مسرح. فبيستخدم ألفاظ هنا في اليوناني لها دعوة بالعرض، فبيقول طلع ما لديك واعرض، وليس حاول انك تبقى حاجة انت مش عليها. هنا بيقول الحاجات موجودة، العدة جاهزة، اتحرك. فبيستخدم الفاظ مسرح، وده كان موجود ايام الرومان بصورة مشهورة. فكان بطرس بيتكلم بمنطلق العرض واخراج الحاجة دي في الموضوع ده، واخراج الحاجة دي في المعاد ده. فبيستخدم بلفظ المسرح، بيقول ولهذا عينه وانتم بذلون كل اجتهاد اعرضوا، ضيفوا على الإيمان بتاعكم فضيلة،
والفضيلة ضيفوا عليها معرفة، وفي المعرفة اضبط نفسك فيها. فضيلة أي معناها أن تفعل الشيء بأقصى روعة حسب الكلمة، طباعك يعني طباعك اللي هي أفضل شيء أو الشيء الإكسلنسي اللي جواك. وفي الفضيلة اخرج ضيف عليها معرفة، ودي كلها موجودة معاك. وضيف على المعرفة أنك تضبط نفسك فيها، إذن لن تكتفي من المعرفة وتقول الحاجات اللي عرفتها زمان، ستظل تنال معرفة دايما، لأن دي الأسلوب والستايل اللي بينصح بيه الكتاب المقدس. وفي التعفف ضيف كمان عليه صبر. عايز أقف عند حتة الصبر. عبرين 10 بيقول الجملة دي، بيقول أنكم تحتاجون إلى الصبر حتى لا تفقدوا ما أنتم نلتوه وحصلتم عليه. كملوا في وقوفكم على الأرض بتاعتكم، كملوا في المثابرة بتاعتكم حتى لا تفقدوا ما أنتم حصلتم عليه. في أوقات فيها الشخص محتاج يحفظ المعجزة بعد ما حصل عليها. مش كده؟ الصبر هو وقوفك على الموقف أمام العيان المضاد، تستمر معاند أمام العيان المضاد، وليس الصبر معناه أن تحتمل المشكلة لتبقى كما هي. الصبر هنا معناها لما تيجي تدرس كلمة صبر هي وقوفك على الأرض بثبات وعدم تغيير، أنت تغير وليس أنت تتغير. ضيف تقوى. إيه هي التقوى؟ ارجع سلسلة التقوى. التقوى هي أني لا أضع شروط في علاقتي مع الرب، أنا بحبه بكل قلبي، مش حاجة اسمها عشان حصل الموقف دوا أنا أسيب الرب، عشان الحاجة دي ما حصلتش ما استجيبتش يبقى الحاجة دي هسيب الرب بسببها. التقوى هي أني بحيا للرب تماما بقوة خارجة مني تجاه الرب، أني لا يوجد أي بديل ولا يوجد أي منافس ولا يوجد شراكة تانية، بل أنا بنكب وبضع قلبي باهتمام للرب بغض النظر عن الظروف. يوجد ناس عشان شخص ما ترقاش يسيب الرب، عشان فلان صلى له ما تشافهاش يسيب الرب، علشان حصل موقف الفلاني من حد في الكنيسة يسيب الرب. عشان كده شرحت في سلسلة العثرة الرب يسوع تعثروا منه وهو ما عملش حاجة. ممكن يكون السبب في العثرة هو أنت تحب أن تعطي عذر لنفسك وليس أن في عثرة حقيقية. ويوجد عثرة حقيقية، ورب قال ويل لمن تأتي منهم عثرات. لكن ماذا عنك أنت شخص المفروض يكون ليك 5 سنين 10 سنين عارف يعني إيه تمشي بالكلمة، مش فارق معاك ما يتم. إذن تقوى، وفي التقوى محبة، مودة أخوية، والمودة الأخوية محبة. ركز، لأن هذه إن كانت فيكم وكثرت. لفظ فيكم يبدو كأنها مش عندكم وتبقى لا، بتيجي ترجع للأصول تكتشف ان هي ان عرضتوها، ان اذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين معرفة ربنا يسوع المسيح. لان الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير بصر قد نسي ان خطاياه السالفة قد طهرت. دي الصياغة السليمة بتاعتها، قد نسي ان خطاياه السالفة السابقة قد طهرت. ليس معناها زي ما الناس بتقراها نسي تطهير خطايا السالفة علي اطهر نفسي، لا، قد نسي أن خطاياها السالفة قد طهرت. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. أهذا الكتاب يتكلم ما يعني لأنه وحي أم هو يتكلم مبالغة؟ هل في بلاغة في الكتاب؟ الكتاب بيوضح انك لن تسقط ابدا ان توفرت فيك هذه الصفات. شرحتها قبل كده في سلاسل باستفاضه، لكن الكتاب بيحط طريقه، بيحط 1 2 3. اذا 1 2 3 ليست ناموس شرير، لكن هي مبادئ، هي مبادئ في الكلام. ان تفهم المبادئ دي هي ان تفهم ان دي الخلطه السريه التي لم تعد سريه، يعني اللي الكتاب بيقول فيها إن عملت كده هتكون مثمر ولن تكون بتزل أبدا. آخر نقطة نصلي هي أن تحفظ قلبك وتحفظ أفكارك وذهنك من أن تكون بتتلوث بالعالم. بعد ما أنت ماشي بهذه الصفات كيف تغلب للنهاية أن تحفظ ذهنك؟ وإنت بتعدي في مواقف بتمارس إيمانك فيها التخيلات السلبية هتيجي كتير، عليك أنك تكون بترفضها
وتعلن وتقول أنا برفض الأمر دوا، أنا مش بقبل الصورة السلبية دي باسم ربي يسوع. الحاجة دي بتتم بالصورة دي. لو أنت فاهم الإيمان صح، الإيمان برضو فيه مفاهيم محتاج تفهمها كويس، لأن البعض فاكر الإيمان هو أن الواحد بيضرب في أي حاجة ويجيبها. لا، الإيمان هو مبادئ أنت محتاج تفهمها، امشي فيها. أنت محتاج أنك تحرس قلبك وتحرس ذهنك. في أمثال 4 راح معاك ونصلي، وعدد 23 فوق كل تحفظ. قبل الأعداد دي بيقول احرس الكلمة أو حطها في ذهنك واحفظها في وسط قلبك، وكيف بيقول هي حياة وهي دواء لكل جسد. فوق كل تحفظ قبل أي حاجة وأهم من أي حاجة، ركز في الحاجات اللي الكتاب بيقول عليها فوق الكل أهم حاجة. فأفسس 6 بيقول وترسل الإيمان ده فوق الكل، معناه أعلى وأهم قطعة سلاح. سيبك من الكلام اللي فيه كل حاجة مهمة، طبعا كل حاجة مهمة، لكن يوجد حاجة أهم من حاجة. إن تم نزع أي شيء لا تنزع الإيمان. أول ما أنت بتضرب اعرف كويس جدا إن هدف إبليس يضربك. أول ما تضرب في نفسك تقعد تقول كلام سلبي على نفسك وتحبط من نفسك، اعرف إنك رميت ترسل الإيمان. الكتاب يقول ده أكتر حاجة تحفظها، لأن دي أكتر حاجة هترجع لك بقية القطع تاني تلبسها. الكتاب يقول فوق الكل، يعني يقول فوق كل تحفظ قبل أي حراسة، قبل ما تعتني بشغلك وتعتني بالردودات على الناس، وقبل ما تعتني بأي شيء، قبل ما تعتني بحفاظك على أكلك ولا حفاظك على فلوسك أو على أسرتك. فوق كل التحفظات دي اللي بتحفظ فيها شيء أو بتحميها، احفظ قلبك. بيستخدم لفظ عسكري، احمي قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لان منه مخارج الحياه. في العهد القديم كان بيتنبأ عن ما سيحدث في العهد الجديد. في حاجات ليست مطبقه في العهد القديم، مخارج الحياه لم تكن روح الانسان عايشه في، كانت ميته، كانت في العهد القديم ميته. فأنا بقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. مش كده؟ هام جدا أن تحفظ قلبك. بطرس بيقولها في بطرس الأولى 5 أنه عالمين هذا أن دي بتجرى على إخواتكم. قوموا راسخين، احترسوا منه. قوموا راسخين، لا تقبل الإحباط. من أحد الحاجات اللي للأسف هناك من تمرس عليها أن يقبل الإحباط كأنه صديق. هعمل إيه؟ أنا إنسان. أنت لم تسمع عن الطبيعة الإلهية اللي بقيت جواك من ساعة ما أنت ولدت من الله. الموضوع مش تذكرة السماء مضمونة وخلاص. يوجد طبيعة إلهية جواك تفرم الموقف وتنهي عليه وتجعله مستوي بالأرض. كتابه لبعد أن تتمم كل شيء أن تثبته فأفس 6. يعني معناها دي معركة منتهية معروفة النهاية، وأن تثبت بعديها، وليس أن تنهك بعديها، وليس أنك تأخذ أجازة بعديها، وليس أنك تركن روحيا بعديها. أنت ماشي روحيا، المبدأ موجود، يتغلب يتغلب. رسم لك أن تغلب، رسم لك أن تحيا بقوة روح القدس. مش كده؟ اطلق القوة دي عبر كلماتك، عبر الألسنة. خزن الكلمة واطلق، لأن من منه مخارجها. بعد يقول انزع عنك، العدد اللي بعده بيقول انزع عنك، انزع عنك التواء الفم، ابعد عنك انحراف الشفتين. بطرس الاولى 3:9 بيقول ان اردت ان تحيا حياه صح لسانك. عشان بيقول احفظ قلبك، وانت بتحفظ قلبك اعمل حساب ان كلماتك بتخرج من قلبك، من فضلة القلب يتكلم اللسان. خلينا نقف مع بعض واحنا بنعبد الرب وبنصلي. انتبه انتبه للي يريد الروح القدس ليك، يريد لك ان تحيا انتصارات. انطلق في الصلاة بألسنة بحماس. قد تكون لم تعتاد على دواء، ابتدي مارس دواء.
كنت لسه ما امتلتش بروح القدس، استقبل الروح القدس الآن. قد تكون من سنين صليت بألسنة ورفضت دوع أو شكيت، لازالت قائمة جواك، لازالت مستمرة جواك. من أعماق قلبك وإنت بتعبد الرب، انسى كل الأمور التي هي بتغلظ القلب، ارفضها. يوجد انتصارات في حياتك، انتصارات على جسدك. أي شيء أنت شايف نفسك مش قادر تسيطر عليه، رقص بيقول لك يوجد لديك قوة للسيطرة على جسدك، على مزاجك. بدل ما تلاقي نفسك مكتئب، فجأة مكتئب، فجأة فرحان، يوجد استقرار نفسي، يوجد سيطرة على جسدك، يوجد سيطرة على مملكة الظلمة. إبليس ليس له مكان، لا تعطوا لإبليس مكان، ليس له مكان لو أنت جعلت له حدود. يوجد سيطرة على ظروفك وأحداثك عبر أنك تشوف الكلمة بتقول إيه وتعلنها تجاه الموقف. يمكنك أن تغير المواقف. كلمة الله اللي بتخرج من فمك هي السيف ذو حدين، هو ده السيف، هو ده السيف اللي بيعدي، لا يقف أمامه شيء. حتما كلمتك بتحدث، يوجد نتائج، يوجد نتائج حتمية لا يمكن إلا وكلمات تحدث. إن أمنت بقلبك وأعلنت الكلمة، إن قلتم لهذا الجبل الظروف دي أن تتغير هتطيعكم، ليكن لكم نفس نوع إيمان الله وضع في داخلك وفي داخل القدرة على تغيير الظروف. يوجد قوة، قوة ضخمة. عمل الروح القدس لا يحدث إلا بإعلان الكلمة، إلا بالصلاة بألسنة. أنت بتخرج الأسرار دي للعلن، لم تعد سر، تاخدها الملائكة وتنفذها على طول. هللويا. يمكنك أن تغير في الأقارب وفي النفوس اللي حواليك عبر كرازتك بالإنجيل والتشفع. ابتدي تشوف الأمور بحجمها الحقيقي من الكلمة، ابتدي تشوف المواقف بالحجم الحقيقي بتاعها وليس بالحجم البشري. هللويا. بص على ايديك، قول هذه الايدين تحتوي قوة الله. اي شيء بضع ايدي عليه كل ما اصنعه بينجح، حتى لو حصل فشل كتير قبل كده، حتى لو حصل سقوط قبل كده، حتى لو حصل خزي قبل كده. النهارده روح القدس بيقول لك ايديك رجليك هي تحتوي طبيعة الله. يمكنك ان تثمر في شغلك، الرب قريب، رب يريدك ان تعمل كل شيء بسرعة وانجاز، ليس بتسرع لكن ترى نتائج سريعة. الروح القدس الآن بتحرك في جسد المسيح بصورة غير مسبوقة، لأننا في أعلى مراحل الكنيسة، الآن في أعلى نهضات الكنيسة، حيث تصير الكنيسة بلا غضن وبلا كرمشة وبلا بقع وبلا عيوب. هللويا. إنه وقت في كنيسة تنهض، لسانك، كلماتك. استمتع بروح القدس وانت بتصلي بألسنة، انه يخرج من فمك تجاه الظروف والأحداث، لترى ضآلة المواقف وترى عظمة هذا الإله. هو أعظم من العظيم، هو أقوى من القوي. هو يخرج عبر فمك تجاه المواقف. يسوع كان بيشفي الناس عبر الكلمات،
وأن يلمس الشيء. يوجد في إيديك مسحة الروح القدس. لا تحتاج إلى مسحة، فقط استخدمها. لا تستتفه أي كلمات بتقولها بألسنة، لها قوة، لها قوة. تمرن على الإيمان وليس على الشك، تمرس على الإيمان وليس على الشك. هللويا. اطلق اطلق صوتك في الصلاة، اطلق صوتك في الصلاة، اطلق صوتك في الصلاة. مالكش دعوة باللي حواليك. هللويا. اعبد بكل قلبك. يا ايها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك في موكب النصر تقودني. يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا. يسوع حي فيا. يسوع حي فيا. ما تشيد قلبتي يسوع حي فيا. يسوع حي المهزوم. عدوي المهزوم لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي. واثق أنت العلي. يسوع حي فيا. الذي في أعظم الذي في العالم. الذي في أعظم الذي في العالم. أنا بكون في المكان الصح وبعمل الحاجة الصح في الوقت الصح، لأن في حكمة الله. أنا باخد القرارات الصح، أنا برى الأمور بالطريقة الصح، أنا بحيا بر الله، أنا بحيا بقوة الله، أنا اقتصاد اقتصاد سماوي، أنا حياتي نبعها إلهي، أنا بحيا من روحي، أنا صحتي صحة إلهية، أنا انتصار انتصار سماوي، أنا حراستي حراسة إلهية،
ملايكة بتعمل متوصية من أجلي، يوصي ملائكته بيا. هللويا. أنا لا أخشى هذه الحياة، أنا لا أخفى، لا أخاف المستقبل، لأن الرب قال لا أهملك ولا أتركك. لذلك أنا أقول لا أخشى ولا أخاف من المستقبل، لا يكسرني شيء، لا يمكن هزيمتي، لأن الذي في أعظم الذي في العالم، الذي في أعظم الذي في العالم. أوه هللويا، الذي في أعظم الذي في العالم. أنا بحيا في حضور الله، أنا بحيا في حضور الله، أنا مدرك لحضور الله. لا أسير بحواسي، أنا بسير بقوة روح القدس. أنا بطير على جناح النسر. لا أخشى المستقبل، أنا بضحك على الزمن الآتي. أنا بمشي بقوة روح القدس، ليس بالقوة البشرية، ليس للإحباط مكان في حياتي، ليس للهزيمة مكان في حياتي. أوه هللويا، أشكرك روح الله. يوجد أعراض بتختفي من جسدك الآن باسم رب يسوع. الآن هذا المرض يفارقك ولا يعود تاني باسم رب يسوع. تكلم بحياة على جسدك، قوة على جسدك. هللويا. أنت وأهل بيتك بتعبد الرب. هذا البيت للرب كله، ليس لإبليس مكان فيه. نتكلم باسم رب يسوع. شغلك وحياتك مصانة من روح القدس. هللويا. شكرا ليك روح الله باسم يسوع. أمين. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.